اسماء يلي بدهم ينجحوا بالمسابقه. وشو عرفك اسماء بدهم ينجحوا بالمسابقه والمسابقه لسه ما انتهت؟ قدموا الفحص الكتابي ولسه في مقابله شفهيه. لا هاي الشغله شكليه، نحن بنعملها مخصوص مشان اذا اجوا سالونا نجحنا بنقول لهم لا رسبتوا. وهدول الارقام ليش تركها فاضي؟ لا استاذ هدول تركت لك اياهم، اكيد في عندك ناس بهمك امرهم وبدك اياهم ينجحوا، وكمان اذا ما بيكفي العدد في اسمين بالاخير اشطبهم هدول ما كثير مهمين. ها يعني واسطتهم مو كثير كبيره؟ كبيره بس البقيه واسطتهم اكبر. شوف ممدوح انا لا متبني حدا ولا بقبل واسطه حدا، الاجدر فيهم هو اللي بينجح ومين ما كان يكون. بس يا استاذ في ناس مهمين واعدهم وما بقدر اقول لهم لا. هون انا اللي بقرر مو انت، وانا اللي عم اقول لا، وروح بلغهم هالشيء. طيب مثل ما تأمر. في شيء ثاني؟ لا سلامتك. تفضل لمكتبك. لا هيك زودها كثير، ما خلى لي اي اعتبار بالشركه. حطني بالقلب ومسكر علي. معلوم بده يكون هو الكل بالكل بالشركه. بسيطه يلا رب ضاره نافعه، خليه على هو وياهم لنشوف شو النتيجة. ما في غيره. ألو الله يرضى عليك أعطيني البيت. نعم إلا ممدوح. تفضل أستاذ. شو هاي؟ أسماء اللجنة اللي بدها تجري المقابلة مع المتقدمين بكرة. مين مطالع القرار؟ الأستاذ ممدوح عادو، حضرتكم موقعين عليه؟ أستاذ ممدوح حاطط حاله رئيس لجنة المقابلة الشفهية. ماشي بتطالع لي قرار وبتضف لي عليه هون اسم رابع. اسم مين أستاذ؟ مين؟ اسمه اسمه رياض. رياض؟ رياض شو؟ رياض شو؟ رياض 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 الاحمد. منيح؟ ما بعرف استاذ. لا منيح منيح هذا رياض الاحمد. بس هذا الاسم مو موجود عندنا استاذ. ايه مزبوط، هذا رشحوا لي اياه من فرع دمشق وقالوا لي عنه انه شاب كثير كويس. بس على هاللون استاذ نحن لازم نبعث للفرع مشان يبلغوه. تبعث للفرع؟ طبعا. هي ما حسبت انا. نعم استاذ. لا ما في ابعث ابعث. هذا استاذ. خلاص خلاص قلت لك ولا يهمك، ما حدا مقرب صوبك. انا قلبي ما له مطمئن من يوم ما استلم هالمدير وحال الشركه قايم قاعد، وكل يوم نتفاجئ بشغله جديده. خايف ياخذنا على غفله وشكل لجنه وساعتها ما فيها ام بحميني. قلت لك لا تخاف. طيب ليش ما بتريحني وتشكل لجنه اتلاف تتلف المواد اللي ناقصه؟ راح اشكل لجنه اتلاف الله طمن. ايمتى؟ هالاسبوع زمان بس لحتى اخلص من موضوع المسابقه. على كل بحب ذكرك اذا وقعت ما راح اوقع على حالي، ووعد غيري بتاذي خاصة إذا كان طويل. هي قوم روح لشغلك اتركني استظرف يلا. حاضر. عم يهبني بطولي؟ هلا الطول صار عيب؟ أمي ربتني كل شبر بندر، ما صرت هون إلا وقالت يا رب العون. استلمت السيارة؟
رحم. على الله تكون هي اخر مره بتخالف فيها. جلس. ماما شو قصه الجهاز اللي بدك تجيبي لي اياه من باريس؟ قولي ان شاء الله يا حبيبتي. البابا هلا متضايق شوي بس وعدني يتصرف. تكرم عينك رح اشتري لك احلى جهاز مو احمد؟ انا وعدتك اتصرف واعمل لك مصاري بس مو مشان سافري فيهم على باريس. لك مشان شو؟ مشان مشروع البنايه اللي بده يعمره طارق ونضال. بهالحاله بيطلع لها لمها شقه للسكن ومكتب. مو احسن لها من الفساتين؟ اصطفل منك لبنتك ان شاء الله ما بتشتري لها ولا فستان. انا اللي بدي اتبهدل ولا انت؟ انت المدير العام مو انا. انت شو رايك بابا مها؟ بنشوفه حضرتك بابا. شو أميرة ما بدك تكملي غداكي؟ رايحة تلبسي مشان وصلك على بيت اختك مثل ما اتفقنا. ما استعجلي شوي لاني واعد وحيد مر عليه. لا شو عليه؟ لعنده. جلس. شو مطلوب؟ ما عم تسمع الباب؟ ايه غنيه حلوه كثير. شو عم يغني؟ مرتي حلوه ما طلقها. ايه طفي ما بحب الكذب. لك ليش هيك شقتك فوضى بفوضى؟ اخ يا طول عمرها هيك، اول مره بتشوفها اصلا ما ترتبت غير وقت كان مسعود هون. ما تعتقد لك معناتها كان لازم نخلي لك اياها كم يوم ثاني. ايدي بزنارك انا. الحق عليك كنت اخر الطياره شوي. ومين بده يدفع لك ساب؟ اي ما حسبتها. قل لي استاذ احمد، ما هو جديدك؟ ما في شيء، عندي مهمة جديدة وبدي زي جديد. فهمت عليك. شو؟ الشخصية اللي بدك تلعبها هالمرة شخصية موظف. مزبوط. بس المشكلة يعني هي الشخصيات ما بنقدر نغير كثير ملامح وشك. هي مو مشكلتي، أنا المخرج ولا أنت؟ بكره بيكون كل شيء جاهز. مين المخرج؟ روس ساوي النهوي. روف اللي لك 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 طارق لك أميركو براهنك رهن انه مستلم السياره ولا تجيب له سيرتها منوب. ها حاجتك احراج له. ما بدي رهن نافخ ريشه بدل ديك الحبش مبينه. على كلين هلا هو اول ما يجي بيفتح الموضوع. طلع صباح الخير. صباح اهلا ابو احمد. كيفك؟ شلونكم؟ تعال تعال خذ علي خذ علي قعدوا. شلونك ماجي؟ اهلا بي. اهلي. ايه بشار وبعد ما انسفقوا الحليبات على الارض شو صار؟ انو حليبات؟ ايه الحليبات يا سيدي بعد ما وقعوا على الارض بده يلمون قام نزل فيهم لحوسه. على كل مكمل لك اياها قصه حلوه بتاخذ العقل. خلينا نروح نحضر محاضره يلا. شو شايفكم ما سالتوني على السياره؟ صاركم جمعه انتوا ناقرين راسي السياره والسياره. هلا وقت تصلحت ما عاد تمكم؟ ابو احمد لمحتك جايه بالمكنه شو تصلحت؟ يا سيدي تصلحت واذا بتحبوا تشوفوا شو تصلح فيها ما عندي مانع كمان. بنشوف شو تصلح فيها. يعني بناخذ شويه معلومات عن التكنولوجيا والمكنسيانيه وثانيا يعني بصراحه حابب اعمل تعديلات على البسكليت. قوموا شرفوا يلا شرفوا. شو شرفوا؟ ابطل بدنا نروح على المحاضره ما بين خمس دقائق. استاذ ما في عنا بكل الفرع اسم لهالموظف. ما بصير. رجع دور منيح. شلون ما بصير استاذ؟ يعني انا خدمت بكل الاراني بالذاتيه بالديوان بالمحاسبه بالجبايه علاقات عامه بيع طوابع واشتغلت جمعه بالبوفيه. ما في عنا ولا موظف اسمه رياض الاحمر. سليم ركز معي. القرار موقعه المدير العام. ايه استاذ واذا موقعه المدير العام بجوز يكون صاير خطا بالطباعه. ايه 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 والله في عنا موظف اسمه رياض المحمد. والله بجوز يكون هو. طيب استاذ تحب نبلغه شيء؟ لا احسن شيء رد على المديريه وقول لهم انه ما لقينا موظف بهالاسم واذا كان في خطا هن بيستدركوه. طيب مثل ما بتريد. بس بسرعه وجيب لي اياه لوقعه وخليهم ياخذوه باليد. اليوم اخر يوم للمقابله الشفهيه. امرك.
شو استاذ ممدوح؟ ما بدنا نبلش؟ صارت الساعة 9. ما بنقدر نبلش ليجي العضو الرابع رياض. هيك أوامر المدير العام. ومنين هذا كمان رياض الأحمر؟ تعرفوه شيء؟ سمعت إني هو من فرع دمشق. الله لا يوجه له الخير. لك شو بك خايف؟ كأنك فايت على فحص الجامعة. هذا أهم فحص الجامعة. ايه شهادة الجامعة أخذناها ما استفدنا منها شيء، هذا الفحص رح يوظفني. اه؟ ايه أنا مأمن حالي ناجح قبل ما فوت لجوا. هيك وصلتي قالت لي. إذا بدي أدخل بالواسطة ما بدي الوظيفة. معناته لا تنتظر ولا توقف ولا تضيع وقتك واحمل حالك وروح على البيت. أشرف لك. يا حي بس انا قلبي قايل لي انه انت اللي رح ترجع بيتكم وانا ان شاء الله رح اتوظف. اه ايه المي بتكذب الغطاس وكما يقال يكرم المرء في الامتحان او يهان. لوين 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 فوت لجني ممنوع الدخول. انا باللجنه رئيس اللجنه مانعني ما دخل حدا ومين ما كان يكون حتى لو المدير العام. انا باللجنه. شو عضو عضو باللجنه لجنه. حول الله يا ابله احمد. دقيقه دقيقه شوي في واحد عم يقول معكم باللجنه. هذا طلع شو بدك زق عليك. انا صلاتي انا الرياض احمد. الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك. ما طلع انه انا مع اجني. خلص صدقنا تاخرت يا استاذ رياض. شو بدك في مواصلات ماشي اخذنا برا نجني نجني ما بعرفك على اعضاء اللجنه. انا ممدوح نائب المدير العام ورئيس اللجنه. شرف لا امين لا سعيد ولا الو سالم. حضرتك بالمديريه مو هيك؟ بس انا من فرق عم استقالوني. تفضل تفضل السريح تفضل السريح. شفت خلينا نلحق لجنه. شفنا خلاص صدقنا. ساعه لك معني معلش خلينا للمتسابق الاول. يلا فوت لنا المتسابق الاول بسرعه. ورق ايوه وين شرف حبيبي. يلا يا حبيبي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قتو شو اسمك يا ابني؟ صبري درويش. وشو معنات صبري؟ صبري جاي من الصبر، والصبر هو نبات مر الطعمة، الصبر هو التحمل على الشدايد والمصايب. عظيم. ومين اشتهر بالتاريخ بهالاسم؟ أيوب، ليك بيقولوا صبر أيوب. عرفتها هي. هي اغنيه بيغنيها فؤاد غازي صبرت عليك يا المحبوب. شلونك يا صبري بالتاريخ؟ ماشي الحال. هات لاشوف امتى قامت الثوره الفرنسيه بسرعه. 1879. غلط. 1789. انا بقى بدي اسالك سؤالين ذكيين. تلت التلاته قديش؟ واحد. طيب تلت التلتين قديش؟ اثنين. غلط. تلت التلتين تسعة. عرضا الأستاذ إذا بدك تسأل شيء. لا أنا بكتفي بالقيمة اللي حضرتكم تو. تفضل يا ابني. خلاص بتقرأ اسمك على لوحة الإعلانات. يعطيكم العافية. مع السلامة. شو نك؟ نعم. شو سألت؟ أسئلة عامة ما في شيء معين. يعني صعبة الأسئلة؟ مو موضوع صعبة ولا سهلة، بس ما لها علاقة بالوظيفة اللي جاي نقدم عليها. دور مين؟ حضرتي. شريف. مبروك سلام. تفضل. فاضل إبراهيم. تفضل. مرحبا عمو. أهلاً عمو. أهلاً وسهلاً. شلون الوالد؟ يسلم عليك كثير. سلم عليك فم جبولي. اهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل استريح. يعطيكم العافية. اهلا وسهلا. اي يا فاضل. ايه شو بتحبني نسألك؟ مثل ما بدك. انا شايف احسن شيء انه ما نسأل شيء منوب، لأنه ما شاء الله باين عليه ذكي وراح يجاوب على كل الأسئلة. بس مشان ما حدا يظن انه عم نراعيك راح أسألك هالسؤال. في مطرب اسمه فؤاد غازي بتعرفه؟ ايه طبعا بعرف. في اغنية بيغنيها عن الصبر. مو هي صبر ايوب؟
حلو حلو. عفية عليك صبر أيوب. تقدر تغني لنا إياه؟ ممكن تذكرني بالمطلع؟ دوم 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 دوم. صبر أيوب صبر أيوب. صبرت عليك يا المحبوب وعيني مهما شافت منك عيني عيني قلبي ما بيستغنى عنك قلبي. يعطيك العافية. الله يعافيك. مبروك مبروك. سلم لي على الوالد وعلى طنط. خلاص بيصل. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. شو شوف هذا شو سألوك؟ لك ما سألوني شيء. غنيت. شلون؟ غنيت غنيت. يلي بعده. دل. تفضل حبيبي شريف. يلا حبيبي يلا. صباح الخير. صباح النور. شو اسمك؟ لؤي المنحوس. تفضل عود. ليش واقف؟ دل دل دل. هات لنشوف. احكي لنا شو بتعرف عن يلي الله لا يشعل خير. مرض القريب. مرض القريب. مرض القريب او كما يسمى علميا الانفلونزا مرض فيروسي معدي يسبب ارتفاع في درجات الحراره، وهن عام، الم في البلعوم وسيلان بالانف، احيانا سعال. وشلون بيعالجوه؟ بيعالجوه معالجه عرضيه. اما اذا كان الصداع شديد بياخذ مسكن صداع، اذا في سعال بياخذ مضادات السعال. بس ممكن المريض يشرب ليمون لانه الليمون فيه فيتامين سي، وفيتامين سي بيساعد على علاج هذا المرض. معلوماتك غير صحيحه. نسيت حب ال500. عفوا استاذ، تصحيحا لمعلوماتك حبوب ال500 اللي عم تحكي عنها ما بتفيد بعلاج الكريم. بالله شو استاذ، انا قريان اكثر من مقالي عن هذا الموضوع، واذا بدك اجيب لك اياهم تقراهم. انا متاكد من معلوماتي وما بحاجه لمقالاتك. وانا كمان متاكد من معلوماتي. طيب طيب، في سؤال تالي. واحد بيحب اسم حمد كتير، اجا صبي، حزرك شو سماه؟ والله يا استاذ هذا متوقف على اسم جده، بخاف اقول لك سماه حمد على اسم جده تقول لي لا كان اسم جده حمو. مبين عليك وسهر بنوم يا منحوس. جاوبي على سؤالي طالما عامل لي فهلوي وذكي. تفضل. قديش عدد النساء المتزوجات في الصين؟ ايه هي سهله. امبارح كنت عم بقرا بمجلة عن هذا الموضوع. بآخر إحصائية عدد النساء المتزوجات بالصين 670 مليون و340 ألف و400 وامرأة. لنفرض إنه هذا الرقم صحيح، لكن مو هذا السؤال بدك تتذكر لي أسماء أزواجهم. وهي كمان سهلة. اكتب عندك سيم سانغ سونغ، يان يو يو، سانغ بوم بوم، بوم سانغ لو، لو شانكو، شون كانكي، كاش كومبو، بو كانشي، شي سولو، لو سي بي، بي ناتو، زو بي نو، نو خوبي، بي خوسو، سو شي نو، نو باسو، سينغ سو تسوت، سوت باتشو، مازدا، ميتسوبيشي، مازدا. شو صار معه؟ يطول جوا. وانت شو دخلك فيه؟ اصلا انت دخلت وضمنت النجاح، لشو عم تستناه؟ عم بنتظر يلي جوا. وشو بدك منه؟ بدي اعرف يلي ما معه واسطه شو بيسالوه؟ سانغ سينغ سونغ، شانغ شينغ شونغ، دان دينغ دونغ، وا وي وو. بكفي لهون لكملها. كمل. با بوبي، دا دودي، لا لولي، را رولي، سا لولي، شا شولي، ضا دودي. واقف واقف عندك غلطت، لانه بكل الصين ما في واحد اسمه ضادودي. شو عرفك؟ ها عم بقول لك انا، نحن هون حرف الضاد مرتبط اصلا باللغه العربيه، ومشان هيك سموها لغه الضاد. ايه بس ضادودي صيني من اصل عربي، جده هاجر للصين من 122 سنه و3 اشهر و4 ايام، تزوج هنيك من سانغ سينغ سونغ واستقروا وجابوا له. ليش ما ادري؟ انت عم تتملس علينا ولا؟ اعوذ بالله انا اتملس عليكم.
لكن شو هاد اللي عم تقوله هلا؟ انتو سالتوني سؤال وانا رديت، مثل ما بيقولوا لي كل سؤال جواب. قوم طالب برا ورجيني على دكانك. يلا قوم قوم امشي قوم. ايه قوم وبطلع، وبعرف حالي ماني ناجح، بس بدي لكم شغله صغيره، انه شباب الوطن ومستقبله مو لعبه بين ايديكم، بس مو الحق عليكم، الحق على المدير اللي عيان هيك لشني وهيك شكال. طلع برا. طلع. لا. هلا طاطي طه اتجوز سي سي سوق. شو؟ جاه؟ جاه؟ شو؟ شايفك مانك مرتاح. الاسئله صعبه كثير مو هيك؟ بالعكس ولا اسهل من هيك. ايه؟ لكن ليه زعلان؟ لاني ما عرفت جاوب عليها، الاسئله سهله كثير بس انا ما عرفت جاوب عليها، عقلي ما استحملها. اطلب لي اعضاء لجنه المقابله الشفهيه. عفوا استاذ، ردوا علينا من المديريه قال ما عندهم موظف اسمه رياض الاحمد. هذا بلاء مو مشكلة، خلي ثلاثة التانيين يدخلوا لعندي فورا. حاضر استاذ. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل تفضل استريح. شكرا. قديش فرق التوقيت بيننا وبينهم يا هل ترى؟ يعني ساعتين. 6:23 AM. مضبوطة مضبوطة على الدقيقة. طمني إن شاء الله توفقت بسفرتك. الحمد لله. إن شاء الله دائما بالتوفيق. الله يخليك. إيه أستاذ ممدوح، شو صار بمعاملتي؟ إن شاء الله توقعت من المدير العام. مالي عرفان كيف بدي أحكي معك. يعني ما بعرف هالمعاملة ليش هيك معصلجي. يا سيدي انت سافرت من هون والمدير العام سافر بمهمة من هون ولساته مسافر؟ اليوم اليوم وصل وبكرة ان شاء الله اول معاملة رح افوت له اياها مشان يوقع هي معاملتك. انا حكيت كمان مع واحد تقيل كتير يحكي معه بالموضوع. يعني من هون لبكرة بتكون المعاملة منتهية ومناكل الحلوان كمان. الو شو بده مني بعد؟ طيب طيب جاي 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 حالا. عند اثنين دقيقة بس. استاذ ممدوح انت سمعت بالانفلونزا يعني الجريب؟ عفوا استاذ ممكن اعرف ليش حضرتك عم تسألني وانت طبيب يعني؟ لاني عم فكر انشئ وحدة صحية هون بالمديرية وكثير عم فكر اني كلفك فيها. بالنسبة للانفلونزا اعراضها معروفة، ارتفاع حرارة، وجع راس، سيلان انف، عطس بعيد عنك. الله لا يوجه له الخير. هالقريب وكيف بيعالجوا؟ خافضات الحرارة، بالمسكنات، بالليمون لأنه فيه فيتامين سي، بشراب الزعلي. الله لا يوجه له الخير. مين هان؟ القريب. وهي حبوب الالتهاب اللي حضرتك سميتها حبوب الخمسمية مو لازمة؟ ما تجاوب. يعني حضرتكم عرفاني كل شيء دكتور. ليش لتجاوبك؟ طبعا عرفانين كل شيء، وعرفانين انه تصرفك مع لؤي ما كان سليم. انا اسف استاذ. انت لازم تعتذر له له مو الي. انا؟ ايه انت، وبتروح على بيته وبتعتذر له، ويكون بمعلومك انه الكلام اللي قاله لؤي عن حبوب الخمسمية صحيح وانت كنت على خطأ. منكم نستفيد دكتور. الله لا يوجه له الخير هالقريب. خير استاذ ممدوح، في شيء طمني؟ لا ما في شيء ما في شيء، بس سألني كم سؤال بالطب مشان يزيد معلوماتهم. تفضل استاذ سعيد.
أنا؟ أنت هو حي الله، هي فوت اثنيناتكم بدكم تفوتوا. تفضل. أستاذ سعيد أنت تفضل. إذا بتريد، تفضل تفضل. أنت عارف ورا تفضل. أنا رح أتعزم أنت ويا شرف أستاذ سعيد. تفضل فوت، بعدين أنا بحاول، هلا فوت. يعطيكم العافية. أمروا سيدي. ما يمر عليك ظالم يا أستاذ سعيد. بس في حزيرة هون عم تلبكني كتير وقالوا لي إنك شاطر بالحزازير. أنا؟ إيه أنت. سيدي شو هي؟ يمكن أقدر أحلها. في واحد بيحب اسم حمد كتير. نعم. وإجا صبي. نعم. طيب يا حزرك شو سماه؟ سيدي هي قديمة والكل بيعرفها. بس أنا ما بعرفها. سيدي بيسميه حامد على اسم جده. طيب وشو عرفك إنه اسم جده حامد؟ جايز يكون اسمه حمدون. جايز سيدي جايز. معناتها هي الحزيرة ما لها جواب محدد مو هيك؟ واللي رواها قصده التعجيز وبس. شبك ما ترد. سيدي أنا لما سألت السؤال بالمسابقة سألت مشان يقول حمد حمودة. ما بتعرف ليش المدير العام باعت ورانا؟ في حدا شاكي علينا شيء؟ وليش ليشتكوا عليكم؟ عاملين لكم شيء عمله؟ لا. معناتها ما في سبب للشكوى. سؤال ثاني اذا سمحت استاذ. تفضل. باللجنه كان في معنا شخص رابع واسمه رياض الاحمد. ماني شايفه معنا، ليش ما طلبوا المدير العام؟ مين قلت؟ رياض الأحمد. أنت متأكد إنه رياض الأحمد كان معكم باللجنة وحضر المقابلة؟ طبعاً متأكد. عجيب. شلون كان بيقولوا لنا بكتاب من المديرية إنه ما عندهم واحد الاسم؟ ما بعرف. شو أستاذ سعيد؟ غير؟ شو بده منك المدير العام؟ ما بده شيء. حذرني حذيرة. وحذرتها؟ طبعاً ولو. شرف أستاذ، ما صفي غيرك. شرف، قول. شرف. أبوس إيدك. أبوس إيدك يا أستاذ طلال. بدي عنوان لؤي. مين لؤي؟ لؤي المتسابق. أنا متسابق؟ اللي دخل بالمسابقة عنا. إمتى دخل؟ إيه؟ أبوس إيدك، بدي عنوان لؤي؟ ما عندي. شاو شين شونغ نام نين نونغ سانغ سين سونغ فان تين تونغ نام نين نونغ بان بون بين بون. إيه، ليش وقفت؟ ما تكمل؟ نملت وجهي سيدي، بعدين على هالحالة سيدي بثلاث أشهر ما بخلص. ليش ثلاث أشهر؟ أنا بساعدك. في عندك لسه عانك عين كونغ وغانك غين كونغ وشانك جين كونغ وخانك خان كونغ وطاد. لا طنق هي ما بتصير لأنه الضاد بس باللغة العربية. بس قلتك يعني هلأ إذا كان هو جده من أصل عربي وهاجر على الصين وتجوز هي سانك سينك سونغ ما بتصبط؟ شو رأيك؟ بشو سيدي؟ باللي سمعته. سيدي سيدي بكث الله طول عمرك بكفي. سيدي انا الان بكامل الانخجال. وزخك العرق ما هيك؟ نعم سيدي زخني. بس لما بتبهدل غيرك وتتمسخر عليه ما بتفرق معك، ما؟ سيدي الله طول عمرك، التوبه سيدي التوبه، توبه. ونسفه، يلا روح لمكتبك، يلا. حاضر سيدي، السلام عليكم. خير ابو زاهر، شو كان بده منك المدير العام؟ طلع في شكوى ولا لا؟ يا سيدي لا في شكوى ولا حدا بيشتكي علينا. لكن شو القصة؟ القصة انه المدير العام ضايق اخلاقه شوي، حب يتسلى معي. طب وبشو سليته؟ سلينا بالاسامي الصينية.
اسامي صينيه. مثل ما قلت لك كل اسامي صينيه. اللي يا ابو زاهر؟ نعم. ما بدك عنوان لؤي؟ الله يستر عرضك. اذا قريب عليك العنوان اعطيني اياه، ما بقى فيني نوقف. تعال هلقي يا طلال. على راسي استاذ، روح 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 دبر حالك هلا، بعدين بعطيك اياه. طلال بتعمل لي قرار بإلغاء الفحص الكتابي والمسابقة الشفهية وبإعادتهم بعد بكرة. عفوا أستاذ، شلون بدنا نلحق نبلغ المتقدمين للمسابقة؟ تنشر القرار بالصحف اليومية وبتعلقوا منه نسخ بلوحات الإعلانات وبتبعتوا منه نسخة للتلفزيون مشان يبثوها. حاضر أستاذ. خير أستاذ طلال، عم يجعك شيء؟ لا 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 أبدا، ما في شيء أستاذ، ما في شيء. بس مبين كأنه عندك حكي بدك تقوله. عفوا أستاذ، الموظف رياض الأحمد التقى. وين التقى؟ ما بعرف، دريت انه حضر المقابلة مع اللجنة. ومين بلغوا؟ هني ما خبرونا بالمديرية انه ما عندهم هيك اسم؟ ما بعرف، انا اليوم مخي ما عم يجمع شي بنوب، ما عم بعرف شو عم يصير هون. عن اذنك. الله لا يوفقك يا وحيد. ليش يا ابو شريف ليش؟ شغلك يا ابو معتز ما بيتطلب اضافي. لك يا سيدي بنخليه يتطلب. شلون؟ بدل ما انجز كل المعاملات اثناء الدوام بصير بمهيس وما بنجز غير نصها، وهيك بيتطلب انه اجي بعد الظهر مشان كمل المعاملات. ما بتعملها، انا بعرفك ضميرك ما بيسمح لك. لك يا سيدي ما حدا اكلها غير اللي عنده ضمير. الو نعم. احترامي استاذ. حاضر فورا، مع السلامة. مدير العام وهيك. قوم روح لعنده، بيكون عم يستناك على احر من الجمر. ولك انا اللي مطير لي عالي انه شو في بينك وبينه؟ لك انت لا بتمسح جوغ لحدا، وقت اللي زارنا اول مرة لا اهلت ولا سهلت فيه. لك شو القصة؟ اطمن، ابو شريف ما بتغير، وما في شيء بيني وبين المدير العام الا الشغل. الشغل وبس. شو؟ الشغل وبس. الشغل، الشغل طبعا، القطة بتحب خناقة. بدي اياك تشرح لي الفحص الكتابي لشو؟ وشو هو نمط الأسئلة اللي لازم يجاوبوا عليها المتقدمين؟ بالنسبة للفحص الكتابي، أهم شيء لازم يعرفوا يجاوبوا عن مواضيع قانون العمل الموحد، باعتبارهم رح يتعاملوا معه بالمستقبل. بعدين في اختبار باللغة العربية، وفي سؤال بيتعلق بالقومية العربية. هذا كل شيء. طيب والمقابلة الشفهية؟ يعني المقابلة الشفهية بتظهر شكل المتقدم، لباقته، سرعة بديته، ثقافته العامة، طولة باله، وجود عاهات عقلية أو جسدية. ومين بيحط الأسئلة؟ عادة مكتب الموظفين وشؤون العاملين، لكن في الحقيقة اللي عم يحط الأسئلة هو الأستاذ ممدوح. برأيك وين ممكن يحدث تلاعب بهيك مسابقات؟ يو التلاعب ممكن يحدث وين ما كان. أصلاً هاي المسابقة كلها على بعضها شكلية، لأنه القانون هيك بنص، ما بيصير حدا يتوظف معه شهادة إلا بمسابقة. بينما على الواقع المسابقة مثل قلتها، العلامات بتنحط بالواسطة، واحد عنده فلان أو فلان بمرقه، واحد عنده قرايبه بمشيه، فلان ما عنده حدا ما بينجح. إلو الله. طب شلون فينا نحن نمنع هالشي يحصل وما ننجح فعلا إلا اللي بيستحق ينجح؟ ما في شي مستحيل إذا انوجدت النية. أنت بتعرف إنه النية على طول موجودة. هات لشوف شو اقتراحاتك. بتعين لجنة جديدة يكونوا أعضاها أشراف، وتعطيهم الصلاحيات ما يسمعوا كلام حدا ولا يقبلوا واسطة من حدا. بعتقد ما في أحسن منك شخص لهيك مهمة. بس لا تقول لا، أنت بتعتبر نفسك رئيس اللجنة، وشوف لي واحد تاني تثق فيه. والثالث أستاذ؟ ليش ما بيكفوا اثنين؟ هيك الأصول، لأنه رأيين بغلبوا رأي. في موظف آدمي وسمعته منيحة، اسمه عباس جابر. إن شاء الله ما يكون في موظف بهالاسم كمان. شو قلتوا أستاذ؟
لا لا سلامتك. اسمه عباس جابر، رح يكون معكم هو الثالث. يا جماعة حكاني حكي كأنه كان قاعد معنا باللجنة، وأنا سألني نفس السؤال، نفس السؤال اللي سألته للؤي، وأنا كمان، أنا كمان. أكيد أكيد في حدا وصل له شو صار معنا بالمقابلة، أكيد أكيد بلا بلا فيه فيه. يعني مين بده يكون؟ هذا هو ما في غيره، رياض. أنا من أول ما شفته ما ارتحت له، كان قاعد معنا باللجنة لابد مثل الخد. بجوز وبجوز الحاجب، بجوز له أي راح وصل له كل شيء صار معنا، بجوز بجوز. أخي مين ما كان يكون، المهم المدير العام طلب منا نروح نعتذر من لؤي. بدكم تروحوا انتوا ولا روح لحالي؟ طبعا بدنا نروح. وانت يا استاذ رمدوح بدك تروح معنا؟ انا؟ ايه انت؟ ولا ما طلب منك المدير العام هالشيء باعتبارك معاونه؟ طبعا هو ما طلب مني هالشيء، بس انا رايح اروح معكم تعاطفا، ومشان اعتذر منه لا، بس انا حابب اني ادرس دراسه ميدانيه مدى تأثير المسابقة على نفسية المتسابقة. يلا بإمكانكم تروحوا يا سادي على مكاتبكم، ونحن ملقانا بعض الظهر إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. ألو، أهلين أبو فاضل. أهلا. أه لا، حتى ولو انعادت المسابقة فاضل رح يضل ناجح. أنا رح بعطيك كرني زيت مني أدمن لرئيس اللجنة، بنجحه فورا طبعا لك. أي أي ولا يهمك، أنا قاعد هون منتظر، رح ضل هون. مع السلامة. مع السلامة. رح ضل هون منتظر، رح ضل هون منتظر. أبو معتز هون هون. تعب معتز؟ خير؟ في زيادة رواتب؟ خد اقرا شو كاتبين عن شركتنا وعن مديرنا العام. لساتهم عم يهاجمونا؟ لا بالعكس، هالمرة ما تحيننا. هات لشوف. اسمع 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 المقطع. وقد تم كل ذلك بفضل المدير العام السيد الدكتور أحمد عبد الحق، الذي ما فتئ ما فتئ ما فتئ. حلوة هالكلمة، ما فتئ، ما هيك يا شريف؟ الله الله على الصعبيين، شلون بيتفننوا بتنقية الكلمات. وهو يفتش عن مواطن الفساد في شركته. شركة شركته يعني شركته واتبعه يعني. ويقضي عليها واحدا تلو الآخر. نتمنى له التوفيق والنجاح. أكيد أكيد الصحفي، يا أما قرايبه للمدير العام يا أما بيعرفوا. شو هاد كله صف حكي؟ ليش كاتب شي غلط؟ كله غلط بغلط، صدقني يا أبو شريف ما رح يطلع مع المدير العام شي، أصلاً القديم ما طلع معه شي. بس أنا شايف إنه طلع. شو عمل يعني؟ شال أكرم حط جمال. طز طز؟ هلأ أكرم مثل جمال؟ جيت معك، جمال أحسن من أكرم، بس حتى جمال شو رح يطلع بإيده يساوي؟ خلاص المرض عشش واستفحل وصار القضاء عليه صعب كتير. بلا جمال بلا أكرام. ولك أنتو هيك ما بيعجبكم العجب والعصيان برجب. بيجيكم واحد مفلتها بتنتفريشو، بيجيكم واحد بده يصلحها بتقولوا قابضها. أبو معتز أبو معتز اشتغل 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 أحسن ما اتفشش فيك. اشتغل. شو بك أبو شريف؟ شو متخانق مع المرة اليوم؟ هدول الصحفيين مو معقول، دائما ببالغوا يا بالمدح يا بالذم. هذا مو نفسه الصحفي نعيم اللي بهدل الشركة هذيك المرة؟ مزبوط أستاذ، بس بالحقيقة هو إنسان واقع، يعني كتب عن الخطأ لما كان في خطأ، وكتب عن الصح لما شاف الصح، يعني بيستحق الشكر. طيب استاذ طلال، اطلب لي رئيس تحرير الجريدة. حاضر استاذ. يلا مع السلامة. بلغتوا لصابر جابر القرار المدير العام؟ يا سيدي بلغته القرار بنفسي وعطيته نسخة عنه.
بدي اسالك صابر جابر، مو هذا المستخدم اللي على البركه؟ هو بذاته غريب، شلون المدير العام نقيم بينك لهالناس؟ انا مثل حكايتك مستغرب. اكيد المدير العام قاصد من الحركه شغله معينه. بجوز استاذ؟ قريت شو كاتبين بالجريده؟ شو كاتبين؟ اقرا، كاتبين عنك. عني انا؟ ايه وين؟ هون 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 استاذ. وأحيل أكرم السهيان إلى القضاء لينال جزاء ما اقترفت يداه. وقد عين مكانه المدير السابق جمال المنصور. أنت أخي أنا جاي آخذ معاملتي وإمشي، إذا توقعت أعطيني إياها وألف شكر إلك، وإذا ما توقعت كمان أعطيني إياها وألف شكر إلك. شايفك جاي يا قاتل يا مقتول. طول بالك طول بالك، سريع سريع يا ابو حاتي. الشغله ما عاد بدها طولة بال، كل يوم بتقول لي بكره، يا اخي يا ادران اتوقعها، يا ملك ادران اتوقعها، يا هيك يا هيك، بدي اعرف راسي من رجلي. شو الحكي اللي عم تحكي يا ابو حاتي؟ في شغله ما بيطلع بايدي عليها بالمديريه. بس الشغله طولت كثير وانا مستعجل. ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو حاتم، انت معك حق تزعل. بس كل ما اجيت لدخل له هالمعامله مشان يوقعها بيشغل له باجتماع بمؤتمر بوداع باستقبال، حتى الصحف صارت تكتب عنه انه مو فاضي يحك راسه. شرف را شوف شو كاتبين عنه. لا بدي اقرا لك ولا تقرا لي، بدي المعامله تتوقع. راح تتوقع راح تتوقع، بس انت مهني يومين ثلاثه، اذا ما توقعت تعال صدها. بصير خير. خدي تفضلي شوفي شو مكتوب عن اخوكي بالجريده. وشو كاتبين، منيح ولا عاطي؟ لا منيح. امسك خذ الخبزات هلا من ايدي وبعدين تقرا لي الجريده. يا مامي ضال ما حكيت لي شلون شغلك؟ ماشي الحال. يلا امي هاني راح لي كثير وما بقي الا القليل، بكره بتترك هالشغله وبتشتغل بالعمار. شايف لك هالحكي اللي عم يحكيه خالي مثل المقدر اللي بيعطوه للمرضى قبل العمليه. هلا هذا اللي طلع معك؟ مثل ما عم اقول لك، خالك عمره ما خلف بوعد، وطالما وعدك اكيد رح ينفذ وعده. واذا ما نفذه شو اللي بيمنعه؟ هي صاير فايت على وعده اللي مده منيحه وما سوى شيء. بجوز يكون مو فاضي. طبعا مو فاضي، عم يخطط لهيك مقالات. لا تغلط نضال، خالك ما بيلحق البروزه، بجوز نسي. على كل حال اليوم بروح انا وياك منزورهم بالبيت ومنذكره بالموضوع. قول بقى قول لك امي بدك ترجع على الشغل. مرحبا عمو. اهلين. هون الاستاذ لؤي. اخي استاذ، اخي ما بيشتغل استاذ ولا بيروح على المدرسه. المهم الاخ لؤي موجود. شفتكم منه؟ اذا هون الا في ناس بدهم يشوفوك. يلا لؤي، في ناس بدهم يشوفوك. شو هذا انتو؟ اهلين وسهلين. ما كفاكم ما لسي علي المسابقه جايين تكملوا هون بالبيت؟ عمي الله يرضى عليك، نحن جايين نعتذر. ما اذا بتريد اسمح لنا خلينا نفوت لجوا احسن ما هالناس تتجمع علينا. يا ابني تفضلوا. اذا بتريد عمو تفضلوا. استاذ شرفوا سيدي، تفضلوا تفضلوا. شرف شرف. لا لا ما بيصير ما بيصير، تفضلوا. يلا يلا تفضلوا. لو اهلا وسهلا. شوف يا سيد دؤي، بجوز نحن
زودناها معك شوي أثناء المقابلة، بس نحن كان غرضنا شريف، يعني كان غرضنا نشوف قوة احتمالك وصبرك، لأنك ما شاء الله حولك تحمل وأجدب كمان. لا مالك أجدب. لا أجدب يا ابني، مالك أجدب. لا مالك أجدب. أجدب أجدب. على كلين نحن آسفين عن كل شيء سألناك إياه، وجهز لي حالك للمسابقة الحقيقية. هذيك المسابقة كانت تجربة. برافو.